خسرك يعني وجودك بسوريا فنيا ليندا بيتار خسرت؟ اكيد خسرت. شو خسرتي؟ خسرت انه ما عاد دعوني مهرجانات، هن بيعتبروا اي حدا بقي بالبلد فمعناتها هو يعني له اراء معينه او شيء، فما عاد دعوني مهرجانات، ما عاد مثلا انا اقدم على 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 بدنا نحكي مثلا فعاليات او مسابقات لحتى اعمل ألبوم. يجيك ايه؟ عروض ويجيك دعوات. طبعا انا حدا مجرد ما بقيتي توقفت هيدا. توقفت طبعا. ولكن هلا اليوم هلأ الامور تغيرت. ايه رجعنا شوي احسن، رجعنا شوي تحركنا اكثر. راحت هي الحالة تبع إذا بدنا نقول الند، يعني في ندية كان يعني بتحسي فيها. يعني كم مرة قدمتي ليندا على فيزا وانرفضت؟ كتير. لأنك سورية؟ ايه لأني سورية ولأنه أنا بقيت يعني بقيت ايه كمان. وأنا حتى في منح ألبومات كان من المفترض المشروع اللي عم يتقدم هو مشروع كتير مهم، أنه أنا أرشف مثلا الموشحات السورية بصوت بنت ما حدا مأرشفه قبل، فأرشف الموشحات السورية يعني يجي بالرفض ويتوافق على مشاريع مثلا بتحسيها أقل، ايه أقل ربما إيمي. أقل أهمية، فبتحسي أنه هاي القصة إلى دورة للأسف. ليندا أنت أخذت الإقامة الذهبية بالإمارات، مبروك. ميرسي. غيرت لك بمسار حياتك المهنية؟ لهلأ لا، يعني أنا ما لي سنة أخذتها، أخذتها من باب أنه ممكن تفتح أفاق جديدة، وبيكفي صرنا نفوت على لبنان إمتى ما بدنا، هي أحلى شيء بالحياة. بتحب لبنان؟ كثير كثير. يعني أنا مبارح كنت عم قلها لرفيقتي صدقيني بشتاق للبنان مثل الشام. كيف يعني لقيت لبنان؟ قديه صار لك منك جاي؟ هلأ لي عم بيجي وقت اللي سافر بيجي على الطريق، بس لي تقريبا ماني جاي لي زمان. فمتغيرة شوي بس قصة لمست، يعني في سحر أنا بشوف بالشام وبلبنان. هدول المدن فيهم سحر ما في بأي مدينة بالعالم. شو بتقول فيروز إذا ما إيه سهرنا بفيروز نسهر بالشام. تمام.